أول أب اللي حابة أتكلم عنها اليوم باندا. باندا أب فظيعة تخليك تتابع مواقعك المفضلة بسهولة، كلها من تفتح نيو تاب وحتفتح لك البلوجين حقت باندا جاهزة. فهنا تقدر أنت تختار إيش الأشياء اللي تبي تشوفها في المواقع المعينة، فعندك لستة مواقع هي جاهزة هنا عندهم، بس لو في شيء أنت حابب تزيده تقدر تزيده من الأد فيز. أنا أفضل أحط دريبل بهاند، فعلى طول أقدر أتابع مثلاً إيش البروجكتس الانترستنج إنفورميشن وإيش الإنسبريشن حقتي. تنفع للمواقع حقت الأخبار، فلو سويت I switched to the reader style حقت layout، فا I could see إنه هنا أقدر أشوف what's the title حقت كل الارتكلز اللي قاعد أتفرج عليها. لو في شيء عجبني أقدر أجي بس أضغط عليها middle click وهيجي يفتح لي في التاب. نفس الشيء ينفع لو تبى تروح من website لwebsite right click حيكون لك مفتوح. وكمان في الأشياء زي dribble وbehind اللي فيهم options، ولو تبى تشوف by category فمثلاً بدل home اللي فيها كل أنواع الفن أنا بشوف بس animation أقدر أضغط عليها، فدحين كل الإكزامبلز اللي بتطلع لي هي animation. أقدر أدخل هنا في settings وأحط focus mode. الإكستنشن الثانية اللي حابة أتكلم عنها اللي هي color picker. color picker مرة مفيدة لو بس شفت شيء في الإنترنت وحابب تأخذ سامبل من اللون فتكليك on it وخلاص، فعندك الhex code حق اللون وكمان عندك الRGB. وبسهولة تقدر مثلا تجمع color samples كثيرة مع بعض وتأخذها من أماكن مختلفة ومواقع مختلفة، لأنه هو دحين قاعد يحط لك history. تقدر بس تدخل هنا تشوف الhistory حقتك وتقدر تعرض كل الألوان اللي أنت اخترتها بعدين تسوي لها save. الإكستنشن الثالثة اللي بتكلم عنها اللي هي الإيمج داونلودر. في بعض المواقع ما تخليك تنزل الصور بسهولة، فإيمج داونلودر يسهل لك حياتك. أنت بس تضغط على الإكستنشن في الموقع وتختار إيش الحجم والطول العرض والطول اللي أنت تبغاه، وتقدر تختار select all وتسوي داونلود. فالحين كل الصور نزلت لي في الموقع المعين اللي أبغاه، وهذه تشتغل مع GIFs, PNGs, JPEGs. CSS Paper App مرة مفيدة لأي واحد بيشتغل في الويب ديزاين ويحتاج يشوف الأسيتس حقت المواقع حقتهم كيف بتتحمل وإيش الفونت اللي بتستخدم فيها وكل شيء. بس أول ما ندخل على الأب تطلع لنا اللي هي الجنرال، إن إيش الفونت اللي استخدمت في الهيدنج في البادي CSS فايل الحجم حقه واللود تايم. ولو جينا هنا ندخل على نشوف الكولرز كلها اللي استخدمت في الويب سايت والأسيتس، ولو في شيء معين تبغى تعرفه مثلا زي أعرف إيش الفونت اللي استخدم في هذه الكلمة أقدر تطلع عليها وتطلع لي كل المعلومات، فونت سايز السبيس اللي حوالينها الهيدنج والفيلم. وكمان تشتغل مع صور، فمثلا هذه صورة عجبتني مثلا وفي some reason احتجت انزلها عشان اعدل عليها بعدين بقدر اسوي export، ولاحظوا انه نزلت as an SVG it's a vector. واخيرا الاكستنشن اللي انا استخدمها تقريبا في كل مشروع اللي هي الملانوت كليبر، اي برنامج نستخدمه عشان نسيبه فيه references والinspirations. هذا بسهولة يخليني اشوف اي شيء عجبني في الصورة ولا جيف ولا sample، بس اقدر I hover on the corner اسوي عليها save and now I have it saved for me to paste on my Milanode project board later on. بس